لقيت يا محمد أبو العلا السيد، عندي 56 سنة، معايا 5 أيام، جوزت 2 ومعايا 3، حسن ومحمد وصابرين، معاقة، عندها كهرباء وتمر في المخ، هي عندها 32 سنة، ربع سنة، وأخت جوزي، عطيات 10 معايا، ومحمد أولى إعدادي، وحسن آخر سنة في المعهد. بلم بشوط ازاز وكراتين عشان اكل عيال. بس على الصبح اجيب طلبات للناس واجيب حاجات والم الزباله واشوف طلبات الناس كده. ها ساعدني يا ماما، ساعد. ها حسنة من هنا وحسنة من هنا، ساعد ماما. ايش يا بلد بجيب البتنجان والكوسه والحاجات دي بقى اورهم وبنحهم، اجيب بقى الطماطم والبصل ابشره، اخلط قرن فلفل حراق معاهم، احط بقى عليه التوابل، انا كمون وفلفل وكزبره، ما احطش حاجه اكتر من كده، والماجي، واخلط الرز معاهم واحشيه زي ما انت شايف كده، بيطلع زي الفل اهو. فين الطيب؟ ايوه مين؟ قوم شوف مين. ايوه معايا صوفي. العطيات عندها كم سنة؟ 91. مش عارفين ليه بالمصاريف ما لهاش شهادة ميلاد. طيب
فاضي؟ ها؟ من شوية دلوقتي هاجي بوري من غير ما يقفل هاجي بحلوري. بقالي 30 سنة قاعدة في الأوضة دي مش بتاعتي، أنا ما عنديش سكن أصلا. أهم بابا الله من هنا ومن هنا ومن هنا، يعني حد ساعدني في حاجة حد كده وديني عايش. عامل لك بطاطس وعامل لك برام رز. انت اللي انت وحيدي عايز تاكل ايه؟ شوف انا بعمل رز برام كده في الحله. ايوه بيبقى حلو. اه ماشي، عشان ما فيش بطاطس عشان اعمل عليهم. يبقى رز وبطاطس تاكل. ماشي، ربنا يبارك لك يا رب. الرز والبطاطس بقى، وريني كده البطاطس. ونطلع بالليل ولا الساعة 1 2 بالليل نشروا غسيل ونقعدوا هنا. البدرون اوضة كانت زي ما انت شايف تحت الارض. تحت الارض 33 سنين مكتوم، فهنا تراوى. انا ربيتهم في المكان ده، يعني انا بقالي 33 سنه هنا. كان جوزي شغال فيه الاول، ولما مات جوزي انا قاعده فيه، بس برضه مزولات وكده. ولو حصل لي حاجه لا قدر الله ده تقعد في الشارع دي من حياتي. اه محدش هيشيلها، غلبانه ملهاش حد. يعني هم دلوقتي عشان انا بخدم، بجيب طلب، بشيل زباله، بسيء سلم، بعد كده محدش هيخدم، هيقعدوهم. ايه رايك في المنظر ده؟ جميل، بحر جميل اهو.